السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا متابعي قناة الوطنية إلى حلقة اليوم برنامج من الجزائر. في المحور الأول سنتطرق إلى الشأن المالي، وفي المحور الثاني سيكون لنا تطرق إلى زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط. قبل ذلك نتطرق إلى أهم أخبار اليوم ثم نعود إلى النقاش في الأستوديو. في المستهل استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سفير روسيا إيغور بيلياييف، وحسب بيان رئاس الجمهورية فإن السفير الروسي أدى زيارة وداع إلى الرئيس تبون بعد انتهاء مهامه بالجزائر. وحضر اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف. برلمانيا الآن صادق أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشروعي قانونين يتعلق الأول بالاستثمار في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح جوجيل، وللمرة الأولى بالغرفة العليا للبرلمان لم يسجل أي امتناع أو تصويت ضد من طرف السيناتورات. وبخصوص مشروع القانون قال وزير الصناعة أنه يعد جزءا من مناخ الأعمال الذي لم يكن متوفرا في الجزائر. المزيد في ميكروفون محمد بالوارث. إعادة النظر في صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار لو كونساي ناسيونال دانفستيسمون سيتم إلى أهمية قصوى للمشاريع الاستثمارات المهيكلة ذات قدرات عالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل. أصبحت الجزائر قبلة لكل المستثمرين، ما نستقبله اليوم في قطاع الصناعة أو قطاعات أخرى من مستثمرين محليين أو أجانب يدخل في إطار هذه الديناميكية. اليوم الحمد لله قمنا باسترجاع أكثر من 2400 هكتار، وهذه هذا 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 العقار هو جاهز للمستثمر الحقيقي الفعلي الذي سوف يستثمر، مقارنة ما عشناه في السابق أنها كانت مرحلة مضاربة. وفي سياق متصل حظي قانون الاحتياط العسكري بتسكية وتأييد ممثلي الشعب بالغرفة العليا للبرلمان الذي عارضته وزيرة العلاقات مع البرلمان ممثلة للحكومة على أعضاء نفس الهيئة التشريعية. وقالت الوزيرة عزوار خلال عرضها المشروع أنه ونظرا للظروف غير المستقرة الناجمة عن تهديدات وتشويش اضطرت الدولة إلى إعادة تجنيد وتعبئة الذين أدوا الخدمة الوطنية والبالغين 25 سنة. من شأنه المساهمة في مواجهة أي تهديد سواء كان خارجياً أو داخلياً أو أي طارئ أمني من شأنه المساس بأمن وسلامة التراب الوطنيين، خاصة في ظل الظروف الأمنية الإقليمية والعالمية الراهنة والتي تتسم وللأسف بالاستقرار. يحدد نص هذا القانون الفئات التي تندرج في الاحتياط العسكري ويحصرها في فئتين أساسيتين هما: أولاً العسكريون العاملون ومتعاقدون من كل الرتب الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي والعائدون إلى الحياة المدنية. ثانياً عسكريو الخدمة الوطنية من كل رتب الذين أدوا التزاماتهم اتجاه الخدمة الوطنية وتم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدون هم كذلك إلى الحياة المدنية. في خبر آخر، كشف وزير الصناعة أحمد زغدار عن الشروع في إنتاج وتصنيع السيارات في الجزائر بعد دخول اجتماعي. وقال زغدار في ندوة صحفية على هامش التصويت على قانون الاستثمار من قبل أعضاء مجلس الأمة أن الجزائر ستكون قبلة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء اعتبارا من سبتمبر المقبل. وأضاف إن دائرته الوزارية استقبلت في المدة الأخيرة عشرات الملفات للراغبين الأجانب في الاستثمار. تفاصيل أكثر في ميكروفون محمد بالورد. الجزائر سوف تصبح قبلة، وبالفعل سوف تصبح قبلة لأن هناك مشاريع وهناك اتصالات كثيرة، إما مستثمرين محليين في عدة ولايات أو من الخارج من أجل معرفة الجديد على هذا القانون. واليوم بالمصادقة على هذا القانون في آخر يوم من هذه السنة البرلمانية سوف نعيش إن شاء الله بالدخول الاجتماعي حركية اقتصادية في كل القطاعات. القانون هذا سوف يكون قانون شامل لكل الصناعات، كفانا التكلم عن صناعة وإنما كل الصناعات، وسوف تكون لنا صناعة سيارات. أنا أؤمن لابد أن على أي إنسان خاصة أنتم الإعلاميين لدينا القدرات ولدينا الإمكانيات
سوف تكون لدينا صناعة السيارات وصناعة أخرى إن شاء الله. فاصل ونعود إلى النقاش في البلاطو. مرحبا مجددا مشاهدينا الكرام في البلاطو، ويحضر معنا في كل من الأستاذ وحيد بوطريق محلل سياسي باحث شؤون استراتيجية، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. شكرا على تلبية الدعوة. الأستاذ عبد الرحمن جعفر الكناني محلل سياسي مختص في الشأن الدولي، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. شكرا على تلبية الدعوة. كما ذكرنا في المحور الأول فيما يخص الشأن المالي، هناك توتر بين كوت ديفوار ومالي على خلفية احتجاز 49 عسكريا إيفواريا وصفتهم السلطات المالية بالمرتزقة، تزامنا كذلك مع استهداف قوافل التجارة الجزائرية. في هذا المحور أستاذ وحيد، بالنسبة لك حسب ما أعلنت السلطات المالية فإن هؤلاء العساكر الإيفواريين كانت بحوزتهم أسلحة وذخائر حربية ومدون أمر بترخيص، فبالنسبة لكم ما هي كانت الأهداف أو خلفيات هؤلاء العساكر في توجههم بمنطقة الساحل بماليا؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم، أولا المنطقة هذه جد مضطربة، وخاصة بعد طرد المستضمر القديم الفرنسي، ونعرف كل مجموعات تدخل في الساحل هي تدخل بإعاز من المخابرات الأجنبية التي عاثت في الأرض فسادا، وخاصة في كل الساحل وفي كل طوق الجزائر. نعرف أن كي نقولوا كوت ديفوار هي كانت يعني هي دولة خاضعة وتابعة ومستعمرة قديمة لفرنسا. نعرف أن كل المجموعات الإرهابية لا تمشي بإعاز لأن الصحراء جد قاحلة وجد قاسية، ولا أحد يستطيع أن يستقيم فيها أو يستقر بدون مؤونة وبدون لوجستيك، لأنه لما تقول إرهابي تنقل من مكان إلى مكان 100 أو 200 كيلومتر، هذا لابد تكون عنده لوجستيك، تكون من طائرات وغير ذلك أو آلات. ولهذا المنطقة أنا أظن ننتظر التحقيق الكامل لتتضح الصورة، وفي نفس الوقت هذا الإجرام كذلك للقافلة الجزائرية كذلك إجرام كأنه رسالة كذلك، وهو لتشويش أولا على مالي التي أرادت أن تأخذ مصيرها بأيديها، وطردت المستضمر القديم وطردت حتى القوى الأوروبية الموجودة، وأرادت أن تخرج من البوتقة التي أرادت المستضمر فرنسا أن تخليها فيه، يعني لا للتنمية ولكن نبقى إلا محاربة الإرهاب الأبدي، وهي تستنزف في خيراتها. اليوم هذا الإجرام كذلك أنه رسالة كذلك إلى الجزائر التي أرادت أن تؤمن منطقتها وأرادت أن تفتح أبوابها، واليوم نشوف مشاريع بسكك الحديدية نحو مالي ونحو النيجر، وهنا طريق كذلك فتح طريق عابر للصحراء، وكذلك طريق زويرات تندوف كذلك، وهذا لا يعجب الدول الإمبريالية القادمة. وكذلك مع كذلك هناك فتح للمنطقة الحرة لازليكاف لا زون دو ليبر ايشانج كونتيننتال افريكان اللي انطلقت في جويليا هذه، وهذا اليوم للتنمية لافريقيا ولكل الساحل. هذه بصفة عامة الجزائر تنظر اليها بعين جد حاذرة. نعم. وتعمل بقوة بكل ما تملك من قوة بالعمل التكنولوجي والآلات الجد متقدمة والأنظمة المتقدمة والرصد وغير ذلك لتأمين هذه المنطقة. وكما هناك عفوا أستاذ وحيد، هناك تصريحات لممثل أو السلطات الإيفوارية، مثل عن السلطات الإيفوارية يقول أنهم ربما يعملون لحساب مينوسيما، وهي مينوسيما عفوا البعثة الأمم المتحدة في مالي، حيث ذكر متحدث باسم البعثة أنه أوليفيه ساغادو لمح في وقت سابق يعني من يوم الاثنين إلى أنه الجنود الإيفواريين ربما استعمل كلمة ربما أتوا إلى مالي لتأمين دعم لوجستيكي. يعني المينوسما فيها وفيها وعلينا من وفيها كثير من ما نقول فيها، لأنه المينوسما عدة مرات يعني
مشكوك في عملها. نعم. وعدة مرات اختطف منها آلاتها وبالآلات يعني ذبحت قرى بكاملها. نعم. ولهذا إعادة النظر في كل شيء وننتظر التحقيق النهائي. شكرا جزيلا استاذ وحيد. بالنسبة لك استاذ عبد الرحمن، يعني تعامل السلطات المالية مع هؤلاء العساكر كأساس أنهم مرتزقة، في نظرك هل سيبقي التوتر قائم بين كوت ديفوار وماليا؟ طبعا البيان حكومة ماليا الانتقالية بيان كان إيجابي، وركز على ضرورة الحفاظ على العلاقات الثنائية الإيفوارية المالية، لكنه البيان الإيفواري لم يأخذ بنظر الاعتبار يعني الخطاب الإيجابي الذي طرحته جمهورية ماليا، رغم أنها تعتبر بمثابة الدولة المتضررة من جراء هذا العمل. النفي الإيفواري لا يمكن أن يصدق أو لا يمكن أن يؤخذ بنظر الاعتبار، لأنه عندما قالوا بأنهم جنود ينتمون إلى البعثة الأممية، الأمم المتحدة نفت تماما عن تكليف أي من فرقها أو من أفرادها بالانتقال إلى جمهورية مالي. فضلا عن شيء آخر، أن الهويات التي ظهروا بها يعني التي ظهروا بها في الدخول إلى العاصمة مالي هي عبارة عن يعني الشخصيات مزيفة، البعض جنود يعملون لحساب بعض الشركات، هناك أيضا شخصيات تنتسب إلى مقاولات بناء أو تنتسب إلى حتى التحقيقات مع مستاذ عبد الرحمن، حتى التحقيقات مع هؤلاء العساكر كانت متضاربة بتصريحاتهم، يعني كانت متضارب في التصريحات فيما بين هؤلاء الأفراد. يعني بالتأكيد هي كانت متضاربة فعلا، لأنه يبدو أنه الخطة وضعت لكنه خطة غير متكاملة وغير متناسقة. كانوا يعتقدون بأنه في ظل التحديات التي تعيشها مالي، التحديات الأمنية وحتى التحديات الإدارية، أنه من الممكن جدا تمرير هذه المجموعة المتكونة من 49 فرد يعني. لكن بكل تأكيد هي العلاقات ليست على ما يرام ما بين الطرفين، يعني الإيفوارية العلاقات الإيفوارية المالية، لأنه حقيقة الموقف الإيفواري كان يفترض أن يكون أكثر جدية، وأن يكون موقف يعني مستنكر لهذه العملية التي تعد بمثابة أسلحة وغيرها. نعم. يعني فعلا تعد بمثابة اختراق أمني غير مسموح فيه، غير يعني مسموح. خاصة ما بين دولتين تربطهما. نعم. علاقات مشتركة يعني. نعم. لا وجود لأي مبرر أن يحمل هؤلاء أسلحة متنوعة، إلا إذا كان هناك هدف أمني معين أو تنفيذ يعني مخطط تآمري يستهدف أمن جمهورية مالي. من أول قرار وقامت به السلطات المالية وهو إنهاء يعني الفوري لنشاط حماية شركة خدمات الطيران الساحلية، هل برأيكم هذا سيوقف التوغل غير الشرعي في منطقة الساحل؟ يعني هذا لن يوقف التوغل، لأننا لو نلاحظ أنه منذ مي ولحد يعني منذ شهر مي الماضي ولحد هذه اللحظات، نلاحظ أن جمهورية مالية تتعرض إلى نوع من الضغوطات أو إلى نوع من الهجمات المختلفة. نبدأ بالمحاولة الانقلابية الفاشلة التي حصلت في شهر مي الماضي، ثم أعقبتها الحادثة الأليمة التي أصيب بها عدد من سواق الشاحنات التجارية الجزائريين، والعملية يعني تمت بخسارة أقل يعني. لكن لا يمكن أن نعتقد بأن هذه يعني لا يمكن أن نعتقد بأن هذه آخر عملية تستهدف جمهورية مالي، لسبب بسيط، أن هذه العمليات تأتي بعد يعني إتمام أو إقرار ما أقره حلف شمال الأطلسي خلال اجتماعه في مدريد، واتخذ مجموعة من القرارات التي تستهدف دول الساحل الأفريقي باعتبار بحجة
أنها حاوية لتنظيمات إرهابية، وكذلك بأن هذه المنطقة، منطقة الساحل الأفريقي، تشكل يعني عملية جذب للقوات الروسية أو للتواجد الروسي. نعم، شكرا. وهذا ما ترفضه دول حلف الشمال الأطلسي. لذا أن ما أردت أن أقوله فقط، نعم، أن حلف الشمال الأطلسي واضح أنه وضع مخططاً واسعاً لاستهداف دول الساحل الأفريقي. نعم، أنت أحلت لنا أستاذ عبد الرحمن على قضية استهداف قوافل التجارة الجزائرية. أستاذ وحيد، بالنسبة لك يعني كان على كل، كان رئيس الجمهورية أمر بإجلاء المصابين يعني الجرحى وثلاث سائقين المصابين الجرحى. إضافة إلى ذلك يعني بالنسبة لكم يعني ما هي الإجراءات المرتقبة من قبل السلطات الجزائرية لتأمين القوافل التجارية؟ الجزائر مستقبلا، نقف عند كلمة قالها سيد الفريق أول سيد شنغريها، إن من حقنا كأمة أن نطلع بدورنا الريادي في منظومتنا الإقليمية وتعميم نعمة الأمن في محيطنا القريب والبعيد، خاصة في الساحل والجوار وخاصة والحدود، يعني نبدأ في الساحل لأنه جيراننا في الساحل، وهناك مشروع يعني اللي متفق عليه كل الأفارقة للنهوض بهذه القارة التي استنزفت خيرتها. واليوم نعم، هذه القارة هي في الاجتماع الأخير للحلف الأطلسي ذكرها، وهناك خطة واضحة لاستهداف هذه المنطقة الغنية حتى لا تستقر ويخلق لها القلاقل. وزيد على ذلك الجزائر بمواقفها الثابتة مؤخرا يريدون التشويش عليها، وهذه للمرة الثالثة الذين يقصفون قوافل وخاصة جزائرية. الأولى كانت في الحدود الصحراوية، الثانية كانت ما بين الصحراء سجو حدود الصحراوية الصحراء الغربية وكذلك وموريتانيا، والثالثة هناك في مالي، وهذا لإعاقة مشروع الجزائر الكبير مع دول الساحل ودول الساحل. ولهذا هذه رسالة كانت واضحة من رئيس الجمهورية أننا موجودون وأننا ننظر كيف نؤمن حدودنا ونؤمن تجارنا ونؤمن مواطنينا بكل ما نملك من قوة، ولا أحد يريد ولا أحد يستطيع تشويش على إرادتنا. الإرادة واضحة. هناك نقطة سيد واحد، معليش معذرة، أريد إجابة عنها. الهجوم المسلح هذا طرح شكوك بوجود أطراف يعني في المنطقة يعني تريد يعني أو لها مصلحة في تعطيل الحركة التجارية بين الجزائر ومالي، ما رأيك؟ يعني ليس لأنه مالي محصورة من كل جيرانها وخاصة من دول الإكواس يعني مجموعة الإفريقية، هناك تطويق من طرف هذه المجموعة، بقت لها إلا المدخل الجزائري أو الموريتاني. المرة اللي فاتت يعني نشوفوا موريتانيين قتلوا في مالي، وهذا للتشويش كذلك للعلاقات المالية، الطريق الوحيد، لأنه موريتانيا ليست عضو في المجموعة الغربية، والجزائر كذلك ليست عضو لهذه الدولتين اللي فيها طريق إلى مالي، حتى إخناق مالي. علما أنه اليوم صوت البرلمان الموريتاني على الطريق، فتح الطريق بين الجزائر وموريتانيا اللي فتح الطريق التجاري إلى منطقة الساحل. يعني هنا يريدون يعني التوقيت بالضبط، يعني هذا يعني التوقيت مهم. يعني طبعا هناك تضييق على مالي من الجانب الموريتاني ومن الجانب الجزائري، وهذه خطة فشل، لأن الإكواس يعني هناك غلق للحدود، هناك عزلها اقتصاديا، هناك غلق للبنوك، هناك حجز لبعض من أملاك لبعض من رجال الأعمال، هناك أشياء كثيرة ولكن لم يفعلها، وهذه بأوامر أسيادهم وفرنسا على رأسهم، ولكن لم يفعلوها في دول أخرى مثل غينيا غينيا والدول التي كانت فيها الانقلاب أو تشاد وغيرها. نعم، لأنهم ينتمون إلى فرنسا. شكرا سيد واحد. في أقل من دقيقة أستاذ عبد الرحمن نفس السؤال حتى نمر إلى فاصل. هو بكل تأكيد عملية مقصودة، والقصد منها هو استفزاز الجزائر ودعوتها إلى أن تغير من موقفها، وكذلك أنه عملية استهداف للمقاربة الجزائرية لإيجاد حل
للأزمات التي تعيشها منطقة الساحل الأفريقي. المقاربة الجزائرية معروفة هي مقاربة أمنية اقتصادية، وفعلا الجزائر كرست وجسدت وستنجح في هذه المقاربة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إلى النقاش. ديكو فينيلا ديدو ديكو، فينيل للأشغال الكبرى، بياض ناصع وقابل للغسيل. فينيلا منتوج جزائري 100%، متوفر عبر كل الولايات. الأشغال الكبرى الداخلية والخارجية، عنوان واحد، فينيلا. عدنا مشاهدينا الكرام لنقاش في حلقة اليوم، وفي محور الثاني نتطرق إلى زيارة الرئيس بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط وتداعيات هذه الزيارة على المنطقة، حيث سيبدأ زيارته إلى تل أبيب وثم الضفة الغربية، ثم يستكمل زيارته في السعودية للمشاركة في مجلس التعاون الخليجي. بالنسبة لهذه الزيارة أستاذ واحد، بالنسبة لك كيف، ما هي قراءتكم لهذه الزيارة للرئيس الأمريكي في هذا الظرف بالذات؟ يعني هي، شوف، هي الزيارة أولا جاءت في سياق زمني تمر به المنطقة ويمر به العالم، يمر به العالم جيوسياسيا واستراتيجيا جد متوتر، وخاصة بعد الحرب الأوكرانية الروسية وأزمة الغاز والبترول الموجودة، وبعد غلق منافذ الغاز يعني من طرف روسيا. وجد كذلك، وهي تكملة في رأيي، وهي تكملة لتمرير لمشروع إبراهام الذي تعطل من قبل، ولكن هذا الوضع في هذا الوقت هو جد الوضع جد تزامن مع فترة الطبيعة. نعم، نعم. وهناك كذلك، وأنك نقول هناك خطة أمريكية إسرائيلية استكمال المشروع، وهناك كما نقول، كما يقول مثل، السنداد والمطرقة أو العصا والعفيون، وإلا الفوضى الخلاقة. يعني معناه أن هذه الزيارة أولا زيارة بدأت في إسرائيل وليس في السعودية، معناه احتراف كامل بإسرائيل وبوجودها وبما تفعل إسرائيل وفي مطار بن غوريون، وهذه كذلك رسالة. بن غوريون هو من 10 مؤسسين للدولة الإسرائيلية، وهذه رسالة واضحة. تنين أنه اليوم قلت لك، وهي السنداد والمطرقة، يعني تكملون في هذا المشروع وتمشوا في الخطة التي نريدها، وتندمج إسرائيل كاملا مع الدول التي لم تطبع، ومحاولة إيجاد حلف جديد، يعني حتى حلف جديد آخر، يعني حلف عربي آخر، خلق هناك إيران، يعني هي يعني هناك بعبع يسموه إيران، وهنا تدخل إسرائيل بكل قوتها وبقواها العسكرية والسياسية للتطبيع مع الدول الغير متطبعة. اثنين، وهي العصا، وإما لم تقبلوا هناك العصا والعفيون، معناه نعذبكم ونبدأ نطرح عليكم المشاكل التالية اللي سقطنا بها الدول وخلقنا الفوضى الخلاقة، مثلا وهي حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية الصحف وغير ذلك. نعم. هذه اثنين. وكذلك وفي كلا الأمرين دول خليجية خاسرة.
أنا ننتظر من الدول الخليجية ماذا تقدم لبايدن، الدول الخليجية ما هي القرارات التي تخرج بها، لأنه في كلا الحالتين هي الخاسرة. هي الخاسرة. هي في كلا الحالتين هي الخاسرة. إذن اليوم المنطقة جد تمر على وضع جد حرج. أنا أنتظر من الدول الخليجية أن تأخذ موقف صارم وصارم وتفرض مكانتها في المستقبل، لأنه في الحالتين إذ اندلعت الحرب مع إيران كل المنطقة ستشتعل، والخاسر وهو وهي دول الخليج وخاصة أوروبا اللي بيكوش تزيد بالغاز. في المنطقة الثاني وهو إذ لم تقبلوا فأشوش عليكم ونفتح الباب، لأنه هناك تصريح للرئيس بايدن اللي هناك، فلربما يرجعون إلى الاتفاقية القديمة مع إيران. معناه لا ننسى أن إيران ثاني مخزون الغاز، وأوروبا مشتاقة إلى الغاز، وكل أوروبا يحتاجون إلى الغاز هذا. إذا لم تقبلوا في الخطة الأولى ستقبلونا بالخطة الثانية، ونعمل اتفاقية مع إيران وتصبح إيران هي الشرطي تاع المنطقة، وتكون اتفاقية مع إسرائيل، وهكذا سنبعدكم على التحالف الصيني الروسي. نعم، شكرا أستاذ وحيد. بالنسبة لك أستاذ عبد الرحمن، يعني تحدثت إسرائيل رسميا عن تأسيس تحالف للدفاع الجوي المشترك في الشرق الأوسط لمواجهة ما تصفه بالتهديدات الإيرانية، فما المتوقع من دعم بايدن لهذه الخطة الصهيونية؟ بايدن جاء بأهداف عدة تتعلق، لا تتعلق بإسرائيل فقط، وإنما تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. زيارة تعتبر انتكاسة لسياسة جو بايدن. جو بايدن سبق وأن أعلن بأن المملكة العربية السعودية هي العدو المنبوذ أو الطرف المنبوذ في الشرق الأوسط، الآن يزورها ويتهيأ لإبرام اتفاقيات جديدة معها، لأنه السياسة الأمريكية بشكل عام يعني حتى التي تجني ثمارها الإيجابية إسرائيل لا تكتمل إلا بالمملكة العربية السعودية. وفق الطرح الإسرائيلي أنه هناك الهدف هو تشكيل نوع من التحالف العسكري في منطقة الشرق الأوسط. طبعا كلنا يدرك أن تقريبا التحالف العسكري في الشرق الأوسط هو قائم أصلا، يعني والقواعد الأمريكية متواجدة في مناطق عدة من الشرق الأوسط، لكنه إدخال هذه القواعد أو إدخال هذا التحالف في الحالة التنفيذية، بمعنى أنه أشبه بعملية استنفار لهذه القوة، لكن الهدف لا ينحصر في الاتجاه العسكري. أيضا هناك هدف اقتصادي، لأنه القوة العسكرية بشكل عام لا تكتمل إلا يعني التحالف العسكري لا يكتمل إلا بتحالف اقتصادي، وما هو أهم وأبعد استراتيجيا هو التحالف الاقتصادي. بكل تأكيد دول الخليج العربي ربما تلتقي مع إسرائيل فيما يعرف بالتهديدات الإيرانية، والتهديدات الإيرانية بشكل عام لم تعد مخفية، وهي قائمة وتشكل جزء لا يتجزأ من المشهد العام في منطقة الشرق الأوسط. المهم نلاحظ أن يعني هل جاء جو بايدن يعني من أجل أن ينفذ المخطط الإسرائيلي المطروح، أم جاء هو برؤى أمريكية بحتة؟ طبعا أمريكا دخلت في مرحلة إحصاء الخسائر التي تعرضت لها من جراء المتغيرات التي يعيشها العالم. السؤال الذي طرحه بعض المراقبين السياسيين، وكذلك طرحته بعض وسائل الإعلام، ما هو الهدف الأعمق لهذه الزيارة؟ هل هي زيارة تغيير، يعني تغيير واقع الشرق الأوسط، أم هي زيارة توسعية؟ الكل اتفقوا على أن زيارة جو بايدن إلى الشرق الأوسط هي ليست زيارة تغيير، بل هي زيارة تأخذ البعد التوسعي لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذا البعد، لماذا نقول أن الهدف هو توسعي؟
نعم. الهدف توسعي لأن الولايات المتحدة الأمريكية رأت التغلغل الروسي وتغلغل الصيني في منطقة الشرق الأوسط، ودول الشرق الأوسط خاصة الدول العربية منها بدأت أيضا تتجه في تطوير علاقاتها مع روسيا ومع الصين أمام التلكؤ الأمريكي أو أمام الإذلال الأمريكي، المحاولات الإذلال الأمريكية لدول الشرق الأوسط. نعم. معظم وسائل الإعلام الأمريكية الآن يعني ترى في هذه الزيارة يعني تصفها بأنها زيارة مؤلمة، لكن هذه الزيارة المؤلمة لها مكاسب، وعلينا أن نتحمل الألم من أجل أن نجني المكاسب، من أجل أن نجني المكاسب المنتظرة طبعا. فقط عندما أقول أنها هي يعني أهداف أمريكية أكثر ما هي أهداف تتعلق أمريكية أكثر. على ذكرك وسائل إعلام أمريكية، معذرة أستاذ عبد الرحمن، أحيل الكلمة أستاذ وحيد، الرئيس الأمريكي في مقال لصحيفة واشنطن بوست قال إن أهداف زيارته للشرق الأوسط يعني، وفي تعقيبه على هذه الزيارة قال تعهد بمواصلة الضغط على إيران حتى تعود الاتفاق النووي لعام 2015. معناتها ما أكد أستاذ عبد الرحمن أن هناك زيارة هي ضغوط على إيران أكثر منها فإذا العرب أو غيرها يعني. أنا ما أشوفش هذا ضغوط على إيران، على كل حال هي لعبة، على كل حال هي لعبة تلعب يعني في المنطقة، لعبة تلعب في السياسة، والمستفيد ما بيد بقية اللعبة الإيرانية بقية العرب كضحايا يعني. بقرة الحلوب قد تحلب إلى أمريكا يعني، أخذ الملايير والملايير، ويبقى هذا الصراع حتى تبقى أمريكا تنزف في خيرات الخليجيين. الهدف يعني كي تشوف تصريحات وتشوف دفع اندماج إسرائيل في المنطقة، كي تشوف قضية القنصلية يعني العرب يعطيوا لهم يعني يتكلموا عليهم كمبتدئين في السياسة أو من درجة ثانية، أو يتكلموا على القنصلية، ولكن لما نتكلم على إسرائيل، على التعاون العسكري، على القبة الحديدية، على القبة الحديدية بالأدوات التكنولوجية وبالآلة التكنولوجية بالليزر، كي نتكلموا على إسرائيل زيارة هي الأولى، يعني هو مشروع يكملون في المشروع نتاعهم الأمريكي الإسرائيلي. لما نقول إسرائيل هي أمريكا والدول الغربية، هي جرثومة في وسط الدول العربية. حتى التعهدات الرئيس الأمريكي لم تنفذ الآن، هناك تعهدات أصبحت حبر على ورق، تعهدات للفلسطينيين. من يؤمن بأمريكا اليوم؟ خذلوا السعوديين في الحوثيين وخلوهم يعني تركوهم لوحدهم، خذلوهم في العراق وتركوهم لوحدهم، خذلوهم مع الإيرانيين وتركوهم لوحدهم، أمريكا خذلت كذلك الأفغان وتركتهم لوحدهم. يعني أمريكا تريد مصالحها اليوم، أين هم العرب؟ هل يريدون مصالحهم؟ هل يتصالحوا مع الإيرانيين؟ هل يبقون في قطب واحد ويبقوا حياديين ويبقوا أقوياء؟ وإلا يبقون ولا يبقوا تابعين لأمريكا ولإسرائيل؟ اليوم أنا قلت لك في كلا الحالتين هم خاسرون، امشوا في الخطة يعني في الحلف يعني اللي بغي تقود أمريكا وإسرائيل ضد إيران، هم خاسرين في الأخير، لأنه ولو انطلقت الصواريخ هذه الدويلات يعني الدول الخليجية ستدمر عن آخرها، لأنه هي في المساحة صغيرة وليس لها قوة وغير ذلك. وإذا لم يقبلوا فأمريكا راح تضغط عليهم، ولكن هناك فرصة كبيرة اليوم، الصين موجودة اليوم، روسيا موجودة، والموقف نتاعهم في الأمم المتحدة مؤخرا يعني التصويت نتاعهم كان افيك ابستونسيون، يعني كان لم يصوتوا لصالح أمريكا. هذا الموقف أنا أنظن لو يكملوا فيه سيصبحون قوي، يفرضوا أنفسهم ويصبحون لاعب قوي، لأنه البترول والغاز موجود والطاقة تحتاجها أمريكا وتحتاجها أوروبا. اليوم كذلك الدول العربية غير منسجمة، لا عسكريين ولا سياسيين ولا اقتصاديين ولا جغرافيين، ولا بد عليهم ينسجموا لهذه المرة حتى تكون لهم مكانة في المستقبل. من ناحية فلسطين ولا لا شيء يذكر، متروكين لأمرهم. اليوم هذه الزيارة لابد أخذها بعين الحظر. اليوم كذلك السعودية الدولة الوحيدة في العالم التي تستطيع أن تغرق السوق، ولو السعودية بقت في اتفاقية نتاعها مع اوبك بلاس،
أنا أقول لك ستتضرر أمريكا وتضرر أوروبا ويصبحون العرب يعني يأخذون زمام المبادرة ويصبحون أقوياء والجميع يصبح يتحاور بأمريكا كدول كبيرة ومحترمة وليس كما كان من قبل. معذرة أستاذ وحيد، حسب ما وردني الآن من مراسلنا خضر الزعنون من فلسطين أنه بخصوص ردود أفعال فلسطينية أنه لا يعول الفلسطينيون كثيرا على هذه الزيارة، وكذلك بنحط سواء على خاصة على المستوى الشعبي. أما بالنسبة لردود يعني الفصائل الفلسطينية فستكون هناك اعتصامات يعني رافضة لهذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي اليوم للمنطقة. ويؤكد الإطار مراسلنا خضر الزعنون أنه انعكاسات هذه الزيارة وما على المنطقة أن هناك محاولة إيجاد حلف عربي آخر لدعم إسرائيل دوما بالمنطقة. يعني هذا هو حسب ما وردنا آخر ما يعني يراه الفلسطينيون لهذه الزيارة إلى المنطقة. يعني وهذا ما قلناه الآن، هذا ما قلناه يعني بالتفصيل الآن، هناك حلف جديد وهي ضد القضية الفلسطينية وضد فلسطين. هذه القضية الفلسطينية من الوقت أوسلو كل أراضيها اتكلت، والآلاف السجون والقتلى والتنكيل والقتل والذبح. اليوم هذا لا ينظرون الفلسطينيين كبشر، لا ينظرون إليهم كناس لابد. معذرة أستاذ وحيد حتى لا أقاطعك الآن في هذه الأحيل كلمة أستاذ عبد الرحمن، بالنسبة لذكرك يعني لا يرونهم كبشر، يعني لقاء رئيس الوزراء الكيان الصهيوني ورئيس السلطة الفلسطينية تمت المصادقة على تسجيل 5500 شخص لا يملكون مكانة قانونية في السجل السكاني الفلسطيني، يعني وهنا وكأن حق وجود الإنسان الفلسطيني بات بيد الإسرائيليين. يعني أنت ذكرتها لكن أريد تعليق من أستاذ عبد الرحمن. طبعا فلسطين لم تحقق اهدافها، فلسطين عباره عن اصبح الانسان الفلسطيني كانه أصبح بيد هي مجرد يعني مجرد سلطه حكم ذاتي، والاهداف الكبرى او الاهداف الاعمق يعني لاقامه الدوله الفلسطينيه لم تتحقق بعد. يعني الصراع ما زال قائم، لكنه للاسف انه الصراع الان في شكل يعني في شكل المعاصر او في شكل الراهن هو عباره عن صراع سياسي يدار في أروقة دبلوماسية بمستلزمات قوة إسرائيلية ودعم عالمي. القيادات الفلسطينية لا تمتلك مستلزمات القوة هذه فيها، يعني حتى في إطار الصراع السياسي نفسه. والعرب كذلك يجدون نفسهم أنه أمام أكثر من عدو يهدد وجودهم، وهنا أقصد العدو الإسرائيلي وكذلك العدو الإيراني الذي استطاع أن يهيمن على أربعة دول عربية، وما زال يتمادى في سياسته التوسعية التخريبية التي تمس وتضرب قواعد الأمن القومي العربي. كان يمكن للدول العربية أن لا تتجه أو أن لا تجد مبررا يعني لإقامة حتى سياسات إقامة علاقات التطبيع أو ما يعرف بالتطبيع مع الكيان الإسرائيلي لولا مبرر الخطر الإيراني القادم أو الخطر الإيراني المتحرك والمستهدف الذي يستهدف الوجود العربي بشكل عام، وخاصة دول الخليج العربي التي تمتلك حدودا مباشرة مع إيران. والطموح الإيراني بكل تأكيد لا يقف عند حد معين. يمكن تحدث الأستاذ وحيد من خلال السؤال اللي طرحته انه العوده الى اتفاقيه يعني 2015 الاتفاقيه النوويه. طبعا علينا ان ندرك ان يعني الرئيس دونالد ترامب لما رفض هذه الاتفاقيه هي كانت ترافقها اتفاقيه سريه، والاتفاقيه السريه اكثر من مناوره، اتفاقيه سريه تنسف الامن القومي العربي كله لصالح ايران. يعني اوباما وقع على أن تكون إيران يعني تؤهل إيران من جديد لأداء دورها في منطقة الخليج العربي وفي منطقة الشرق الأوسط، وهذا ما رفضته جميع الدول العربية.
نعم شكرا جزيلا استاذ عبد الرحمن، معذرة وقاطعك، انتهى الوقت، المخرج الى نهاية الوقت. شكرا لكم جزيلا مشاركينا، عبد الرحمن جعفر الكيناني محلل سياسي، واستاذ وحيد بوطريق كذلك محلل سياسي، شكرا جزيلا لكم انتم مشاهدينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.